9 ساعات ونصف، أول خريطة رمضانية عرفها التلفزيون المصري. كيف كان أول يوم رمضان على شاشة التلفزيون المصري؟ وما هي البرامج التلفزيونية التي كان يقدمها التلفزيون في ذلك الوقت؟ وهل كانت الفوازير موجودة أم لا؟ وما هو شكل البرامج؟ وما هي ساعات البث؟ الإذاعة كانت البداية. بدأ البث الإذاعي في مصر في 20ات القرن 20، وكانت عبارة عن إذاعات أهلية. وبدأ بث الإذاعة الحكومية المصرية في 31 مايو عام 1934، وكان المصريون معتادون على سماع الإذاعة المصرية خلال 27 عاماً في رمضان قبل ظهور التلفزيون المصري، الذي انطلق البث في جمهورية مصر العربية في عام 1961، والموافق غرة شهر رمضان عام 1381 هجرياً. ولم يكن قد مر على انطلاق البث سوى 200 يوم فقط ليحل علينا الشهر الكريم. البرامج الإذاعية في رمضان. الإذاعة المصرية كانت تذيع حكاوي الحارة الشعبية في الشهر الفضيل من بائع المدمس والكنفاني وبائع العرقسوس مع قراءة القرآن الكريم وسماع الابتهالات الدينية، مع وجود برامج للتسلية والفوازير والمسلسلات الإذاعية. وكان التوقيت مناسباً لظهور الشاشة الصغيرة ليكون رمضان لأول مرة بالصوت والصورة. أول خريطة رمضانية عرفها التلفزيون المصري. كان التلفزيون المصري مواعيده ثابتة ومقدسة، سواء كانت في رمضان أو غيره. كان ينوه مذيع الربط التلفزيوني بين كل فقرة وفقرة، وتنشرها الصحف الرسمية يوما بيوم ليضبط الصائم ساعته في الثانية ظهرا على موعد الافتتاح. بداية البث التلفزيوني. الافتتاح في الثانية ظهرا بالقرآن الكريم. الساعة 2:05 ظهرا حكمة اليوم. وبعد الاستماع لآيات الذكر الحكيم كان برنامج حكمة اليوم، والذي تتراوح مدته من 5 إلى 10 دقائق. الساعة 2:15 ظهرا برنامج طبق اليوم. كان لبرامج الطبخ ووصفات المأكولات وجودا في أول خريطة رمضانية ببرنامج طبق اليوم، الذي كان مدته 15 دقيقة، وظل بعدها ضيفا مستمرا على موائد رمضان طيلة السنوات. الساعة 2:30 ظهرا الفيلم العربي. وكان الفيلم علموني الحب بطولة سعد عبد الوهاب وإيمان وإخراج عاطف سالم. وحسب ما توضح الخريطة فإن عرض الفيلم يستمر حتى الساعة 4:05. الساعة 4:05 عصرا برنامج جنة الأطفال، أو برنامج آخر باسم عصافير الجنة، التي كانت تكتبه وتقدمه سلوى حجازي أو ماما سلوى، وهي أول مذيعة مصرية يقال لها لقب ماما. وكان يذاع البرنامج من 4:05 وحتى 4:55. الساعة 4:55 عصرا كرتون للأطفال. تكتمل وجبة الأطفال الرمضانية بعرض كرتون لمدة 1/4 ساعة. الساعة 5:10 مساء برنامج حديث رمضان. وجاء نصيب البرامج الدينية بالخريطة ببرنامج حديث رمضان، الذي يأتي بعد تلاوة القرآن الكريم، ومن ثم انتظار مدفع الإفطار، ومن بعده الأذان. الساعة 5:50 مساء الاستراحة. والتزم التلفزيون المصري طويلاً بالاستراحة أثناء فترة الإفطار وحتى الانتهاء من صلاة التراويح. عودة البث مرة أخرى. الساعة 8:00 مساء عودة الإرسال بالقرآن الكريم مرة أخرى، وتستمر التلاوة لمدة 5 دقائق.
الساعة 8:05 مساء برنامج نافذة على العالم، وكان يعرض مباشرة بعد قرآن الافتتاح لمدة 5 دقائق، وكان يتناول حكاية ومعلومة من كل بلاد العالم. أوبريت رمضان وحوار الشيخ زكريا، وجبة سحور شهية للجمهور. الساعة 8:10 برنامج على رأي المثل. رغم أن الفوازير الاستعراضية لم تطل برأسها على شاشة تلفزيون الستينات، إلا أن البرنامج يعتبر أول صورة للفوازير على شاشة التلفزيون، حيث كان يقدم المذيع تمثيلية يومية لا تزيد عن 10 دقائق تنتهي بجملة على رأي المثل، وكان على المشاهدين معرفة المثل. الساعة 8:30 برنامج مع العائلة، وكان بمثابة صورة للبرامج الاجتماعية والمعايشات مع الأسرة المصرية طوال شهر رمضان. الساعة 9 مساء فقرات إخبارية، أهم الأنباء وأضواء على الأحداث والدقائق الأخيرة وحديث الزمن، وكانت تستمر لمدة 50 دقيقة. الساعة 9:50 مساء برنامج مشاهد فكاهية، فكان للكوميديا والمنوعات نصيبها في أول خريطة تلفزيونية، حيث كان يستعرض البرنامج لقطات كوميدية من أفلام الزمن الجميل. الساعة 10 مساء برنامج مع الموسيقى العربية. الساعة 10:30 برنامج رمضان زمان. الساعة 10:45 مساء موعد آخر مع نشرة الأخبار. الساعة 11 مساء أوبريت هلال رمضان. الساعة 11:15 مساء برنامج سهرة المنوعات، وكان الضيف يومها الشيخ زكريا أحمد. الساعة 1:12 صباحا برنامج نوادر جحا، وتنتهي السهرة في أول خريطة رمضانية عرفتها الشاشة الصغيرة في مصر على طبول المسحراتي والدعاء الديني للمطربة فايزة كمال. بعدها يأتي الختام قبل 2:00 ب20 دقيقة في إرسال استمر 9.5 ساعات. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.